إلى عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، حيث تتواصل أشغال الملتقى الدولي للإشهار التجاري الذي تحتضنه كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بجامعة قسنطينة بمشاركات عربية وأجنبية. مراسلنا من قسنطينة محمد فاروق طولبية. يأتي هذا الملتقى لمناقشة إشكالية الإطار القانوني والتنظيمي للإشهار التجاري وبحث وسائل الاتصال التسويقي في المؤسسات الإشهارية. Et donc il faut qu'il y ait une autorégulation, une autodiscipline de ces professionnels de la publicité. وقد تخللت الندوة مداخلات قدمها مختصون في القانون الدولي بجامعات عربية وأجنبية. الجانب الذي تقدمت به أن هو حول تمييز بين الإشهار التحايلي والإشهار الكاذب، لأن هذا كثير من الناس ما يعرفوش الفرق بيناتهم. وركزت على الإشهار التحايلي اللي هو تضم مجموعة من الحقائق اللي هي حقيقية في المنتج، ولكن تقدم بصيغة مؤثرة أو نوع من التغرير بالمستهلك. ركزت بالأساس على نقطتين أساسيتين، هي مسألة حرية الإشهار. النقطة الثانية ركزت على مسألة حرية ضرورة التزام الإشهار واحترام الإشهار للقيم الأخلاقية والنظام العام الجمالي. الإشهار التجاري أصبح من الموضوعات المهمة جدا، خصوصا بعد تعظم دور الإعلام في منطقتنا وفي ظل السماوات المفتوحة وتعدد الشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. كما ركز الملتقى على قضية حماية المستهلك وما يتعلق بها من أخلاقيات تنص على ضبط الإعلان التجاري في إطار قانوني. L'identification de la publicité, c'est une recommandation à part entière pour nous parce qu'elle évoque tout système d'identification, quel que soit le média utilisé, quel que soit le format également. Donc mon intervention consistait à présenter à la fois la réglementation applicable pour protéger un public vulnérable, les enfants, les adolescents et les personnes âgées, la réglementation et les règles déontologiques de l'interprofession publicitaire pour justement une plus grande protection de ce public vulnérable. La publicité, elle se diffuse par la télévision, les radios, les médias traditionnels, mais aussi de plus en plus par les moyens informatiques, Internet, hein, les hébergeurs, tout ceci appelle une régulation et c'était l'objet du colloque qui va déboucher sur un certain nombre de recommandations très utiles pour les professionnels et en même temps pour les consommateurs. فكيف يمكن تفعيل هذه التوصيات وما هو دور سلطات الضبط للحد من الممارسات المنافية لأخلاقيات الإشهار التجاري؟